لكم بنات، نتمنى تكونوا بخير، اموركم كلها بخير، صحتكم كيف دايرين مع رمضان، كيف مدوزينو؟ المهم ما بقى من والو، 15 الاولى دازت، دابا دوز 15 الثانية، الله يكمل على خير، مبروك على مشاركم، ويا ربي هاد الشهر هذا ان شاء الله اي حاجه كتمناوها تحقق لكم فيه. شكرا للتعليق ديالكم، شكرا لحبكم، شكرا للناس اللي سولوا عليا، غير سمحوا لي والله العظيم اليومين ما حطيتش لكم، ولكن ان شاء الله غادي نحط لكم فيديوهات كما متعودين، نهار ايه ونهار لا هكذا. المهم راكم عارفين على حسب محمود والظروف. تحت طلب ديالكم هذا الفيديو، بزاف طلبتوه مني، بزاف قلتوا لي ضروري ديري لنا دوره في دار اختك، بغينا نشوفو، المهم نشوفو هكذا، ناخذ افكار، بغينا نشوفو الحمام، بغينا نشوفو الكوزينه. المهم هاد الدار الناس القدام اللي كانوا معايا هما اللي غيعرفوا هاد الدار. انا خويا يعني داك الوقت فاش كانت اختي في الامارات يعني في الخدمه ديالو داكشي، كان خويا اللي مكلف، هو اللي كيصلح ليها، هو اللي كيصاوب، هو اللي كيقاد اي حاجه في هاد الدار غتشوفوها، هو اللي مقادها لها، يعني قاد لها داكشي، يعني من سكن اقتصادي ردوا لها سبحان الله بحال القصر، فيها واحد الراحه نفسيه، وفيها واحد سبحان الله، يعني بعد يوم كتدخلوا اليوم من غير من الباب كترتاحي، وكاين شي ديور كتدخلوا لهم سبحان الله قلبك كيتقبض وما تقدريش تبركي. هاد الدار ديال اختي سبحان الله فيها واحد الروح بحال، يعني بحال تقولوا الروح ديال خويا وديال امي كدور فيها، هما كانت عزيز عليهم بزاف لانه قدامها طبيعه وهي مرتاحه، يعني هي مرتاحه سبحان الله، فالله يرزق كل وحده. فالمهم هاد الدار بزاف الناس سولوني قالوا في كاينه هاد الدار، كاينه في بوسكوره، سكن اقتصادي، يعني هي واخدها غير بالقسط، يعني بالكريدي كتخلص كل شهر ضروري ما غادي تخلصوا، ماشي واخدها كاش صافي. هادو بالنسبه للبنات اللي سولوني، هادو والله ما عقلت شحال كانوا دايرين، واش 25 وكنظن واقيلا 25. المهم هادشي اللي كاين، غندير لكم دويره في الدار وان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تاخذوا منها افكار. بغيت منكم خير، اي واحد شافها يدعي مصطفى خويا بالرحمه ويدعي لامي بالرحمه، لانه تا هما مساكن هما اللي قادوها ليها، هما اللي صوبوا ليها، ما هي مسكينه يعني لو كان عليها عمرها ما دير شي حاجه صراحه. فدعيوا لمصطفى خويا ولامي، ودعيوا لامان اختي حتى هي الله يسر ليها، الله يفرحها، الله يلقيها مع ولد الناس اللي يستاهلها. وهادشي اللي كاين، نهاركم مبروك. يلا تعالوا نبداو من الباب، ها هو الباب ديال الدار، وهذا العماره عرفتوه زوينه، دايرين فيها كلها هكذا التصاورات بحال هكذا، ملي كتلاقي كتلقاي التصاورات. المهم ندخلوا، يا بسم الله البنات. فاش كندخلوا بحال هكذا من الباب، كاين هاد الباب هذا معلقه فيه هاد الخميسه هذه، وكاين هنا الصالون، يعني على ايدك اليسرى كاين الصالون، وهذا ديال الصلاه وداكشي كاين هنا. المهم سديت باش نقدر نتصور لكم صافي ونشعل الضو. المهم كاين هنا هاد يعني هاد الطابله، كاين واحد جوج طابلات، وحده لهيها وحده لهيها، وهادو هما السدر عندها في دايرهم في اللون في اللون الذهبي، ها هو هما الطابله ديالهم، وجوج طويبلات كما قلت لكم. بالنسبه لهاد الاضاءه اللي الفوق، هذا مصطفى خويا الله يرحمه هو اللي مصوبهم له، هاد الاضاءه اللي الفوق، هاد مش ما عرفتش شنو كيسميوهم. المهم هادو كاينه هادي، يعني تقدري تخدمي هادي وتقدري تخدمي غير هادي بوحدها، هاد الدريات زوينين، هادو فنين، هادي مصطفى خويا اللي شاري لها هادشي، هو اللي مقاد لها هادشي، هو اللي صالح ليها، هو اللي مدير هادشي، الله يرحمه ويغفر ليه فهاد النهار. صافي الصالون هو هذا، مخبي هاديك الاضاءة ديالي. هاد الجهة كاينة التلفازة، وكاين داك التخربيقات ديال دبي ديال مولا، التخربيقات ديال الامارات وديال برج خليفة وبرج العرب. صافي هادشي اللي كاين، هادي هي الطابلة، من الطابلة عرفتي ما نقولش لكم تبارك الله شحال ثقيلة، ولكن غزالة. هادي اللي فيها هادي جاج، هادا جاج وهادا عود. ندوزو هنا. المهم بالنسبة للزربية، ها هي الزربية هادي، حتى هي ثقيلة وعرفتو غليظة. صافي هاد القنية دايره في هاد، وهاديك المونيكا ضربت معاها باش نحيدها، والله ما بغات تحيد عليا، قالت لي شاريها لي امي. اما اختي باش كانت في يعني كانت في الامارات، كانت امي في اي عيشوره كتشري لولد اختي وكتشري ليها حتى هي. صافي هنا كاين هاد كيسميوها هاد الفرماجات، هادو هاد السديتير صغيور، هاد الجهه الاخرى فيها هادي كانت امي اللي شارياهم ليها، فيها سميه ديال امي
مال كنت انا كان محمد اللي شاريهم اليوم، كنا مشينا واحد المره مدينه شريناها ليهم، ومن كاين الصفره ديال با ومصطفى خويا وامي الله يرحمهم. هذاك الاحمر هذاك وسام، ها هذا وسام ديال امي كانت خدامه في السبيطار وكانوا عطاهم ليها. بس نشوف ها وسام ديال امي كانوا عاطينو ليها. امل محتفظه به هنايا. صافي هادشي اللي كاين في هذا الركن. وبالنسبه لخوامي هما هادو، هادو هما الخوامي. بالنسبه هادي كان جبتها ليا صاحبتي الله يخلف عليها. صافي وانا نخليهم هنا، ما ديتهم صراحه يعني يجيو مع صالون مغربي احسن ما ديتهمش. راه هو الباب دخله ديال الباب. بالنسبه للفايونس هذا هو الفايونس، كانوا بزاف ديال البنات كيسولوني عليه. بالنسبه للسديد راس ها هما هكا دايرين، يعني من تحت هكا دايرين، لونهم ذهبي بحالهم بحال الطابله. غير هي هاد الصالون كانت خداته بوحدو، الصالون بوحدو والطابله وهاد الجوج ديالها حتى هما بوحدهم. المهم هنا حاطين بعدين هادشي على محمود ديال التمار ديال داكشي من بعدين. وهنايا
هنا ملي كتخرجوا البنات من الصالون كاين بنتين شاهدتو كتخرجوا من الصالون كاين هذيك الطواله كديك لهنا طواله اعزكم الله بيت النعاس وواحد البيت اخر وكاين هنا الكوزينه هذه هي الكوزينه هاي شفتوها هذا هو الباب ديال الكوزينه هنا كاينه الثلاجه هنا كاين كاين واحد الدرج واحد ديال البلاستيك كدير فيه معلقات هنا البوطه هنا الفوق كاينين البلاكارات هاهو معايا كاينين دوك المعينات لانه مازال خاصها شي بلاكار دير فيه صافي هي ما معمرش بزاف صراحه انا ملي جيت خويت ليها من هنا هاد العيبه ديال الكويسات خاصها شي العيبات بحال هادو تعلق واحد هنا واحد هنا دوك الوريدات صافي هما هنا داكشي هادو كنحتاجوهم باش الخطور وداك التخربيق هذيك ما كنخلاش تما صراحه كنحيدها صافي تما كاين داك الشريجم هنا مصطفى خويا خلى لي هذا ما بقاش يضرب هاد الحيط هنا كاين هنا بلاصه الماكينه كاين الماكينه الكرتونيه يلا خوينا الماريو غنلوحوها كاين هنا بلاصه الماكينه وكاين الطبيعه برا شوف شوف الخضريه زعما من هنا خضريه الطبيعه وداكشي صافي هادشي اللي كاين هذه هي الكوزينه هادشي اللي فيها تما كاين الفران الفران ديال البوطه وهنا كاين تحت داك البوطه وداكشي ديال داكشي ديال اللي سميتو هنا ديال المنظفات وداكشي صافي وهنا ملي كتخرج عاوتاني كتلقى الطواليت بزاف ديال الناس قالوا لي وريني الطواليت ها هي الطواليت عزكم الله نوريكم هاد الحمام هو الاول لانه بزاف ديال الناس قالوا لي ورينا الحمام هذا هو الحمام كيفاش مصاوب اخويا شتو ها هو عرفتو ملي كتدخلوا ليه بحال في حمام مغربي نيت داير فيه التحت ديال ديك الدريجه تبركي تما كاينه الشعوب كاينه داك الكريسي ديك الصناديله وهنا داير هاد الدوش ها هو الدوش صافي هنا داير هاد الباب تسد بحال هكا تما الفوق تما الفوق داير ديك السده ديك راه السده هذيك يعني الحمام صغير داير فيه سده وكتستغلها بحال هكا تجمع فيه شي حاجه المهم بنات هنا غنهضر بشويه حيت محمود نعس غادي نوريكم بيت نعس المهم هذه هي الدخله ديالو هاي هنا كاين هاد بيت نعس هذا كاين هنا الماريو شتو كاين هنا دوك سميتو كومودينات ولا كاين هاد اللامبو وهاد اللامبو حتى هي بحالهم من الفوق هاي وما عرفتش واش خلصتكم ليه ولا لا كاين الباركو كاين واحد الغرس وكيطل حتى هو على الخطوريه وهنا هاد الخويميات ها هما نوريكم هادو كانت خيطاهم ليا دنيا صاحبتي راكم كتعرفوها الله يجازيها بالخير كانت صيفطاتهم كادو الامان المهم بنات اللي بغيتو تخيطو عرفتو خياطه قسما بالله الا خطيره 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 زوينه داكشي مقاد ومتول
كما قلت لكم البنات كاين هاد الفاز هنا في هاد القنيته هنايا، ها هو حاطينه. هذه هنا كانت مفرشه واحد بحال هادو الطرف، ولكن حيدناه دابا السخط وما كيبغيش يسد الباب صافي. كاين هاد التلامطات المهم راكم اكيد شفتوهم معايا، كاين هاد الطويبله هذه، هادو ستادر ديالها. المهم انا نوريكم دابا ومن بعد غدا نرجع نوريكم مزيان نشغل نخدم لكم فلاش. تما كاين واحد السيد داير شغب والمشاكل. هنا كاينه التلفازه وكاين ريسيفر تما كاينه صافي. وهذا هي الدور، هذا هو الدور. كاينه هاد الطويبله. بالنسبه للخاميه هي جايه فيها حل الخضر والقهوي، يعني بحال الشكل ديال التلامطات. المهم انا راه نزلت هذاك باش ما تبانش الاضاءه بزاف. محمود نزل صافي. وهذه هي الطويبله، هادو هما ستيدرات. وهاد اللون عرفتو زوين، جا زوين مع هذا. هاد بالنسبه للموكيت راه قهوي، لون قهوي دوك اللي فيه الشعر ما عرفتش شنو كتسميوه، المهم قهوي. وتما دايره واحد الديكورات، هادو كانت شراتهم لامي الله يرحمها. محمود محمود برك هاد الديكورات هادو دوك يكونوا ثلاثه المرايات، وهاد الدريه بحال الدريه اللي برا، غير هنا ما كاينش داك الضوء.